طالعه. ايه بدي غير البيت، هيك احسن لي ولك فوت. الولد يا عمران مرجوعه لأمه قد ما حاولت بعده عنها. بس يا أبو طلال، أنت ما بتعرف قديش أمر تجاوزت حدودها معي ومع أمي. وفي شي بينحكى وفي شي ما بينحكى. وبصراحة ومن الآخر أنا ما بأمن بناتي يكبروا مع أمه. شو هالحكي؟ هلا صحيح أمر عندها كثير من كيد النسوان. بس والله حسيتها أنها عم تحكي صادقة لما حكيت معي. تبين لي أنك أنت ظالمها كثير. أنا ظلمتها؟ يا سيدي أمر بتظلم بلد بحاله، شو بك؟ لا يا زلمة مو صحيح، البنت كانت عم تحكي من قلب محروق. بعدين عمي، نحن أحياناً من كثر الضغوط اللي بتيجي علينا بينعم على قلبنا، فبنصير بنشوف الحق باطل والباطل حق. بس يا أبو طلال، أنا لا بدها بس ولا شيء. البنت لازم تشوف أولادها، هذا حقه ما حدا بيحيد عنه. لكن لا تنسى هي بنته العزة وعزة واحد صاحبنا، وخاطر عندي كبير كتير ولازم يكون عندها. استغفر الله العظيم. خلاص عم بطلع، انت مثل ما بتأمر راح يصير. لك الله يرضى عليك. مساء الخير إلى جميع مستمعي إذاعة دمشق. أما بعد، في بداية العطلة الرسمية والانتصافية لطلاب سوريا في كل مكان، سنطلعكم على أهم الفعاليات التي تم تحضيرها من قبل الوزارة ليستمتع الطلاب بأوقات جميلة لقضاء العطلة. عفيفة، فكرتي بموضوع الولد؟ ليش أنت تركت لي مجال حتى أفكر؟ أنت خلاص أخذت قرارك. أنا ما قلت هيك. طب يا سيدي، إذا قلت لك إني قررت نزل الولد شو بتقول؟ أكيد ما رح وافق. شفت؟ معناته من الأساس ما في داعي أعذب حالي وفكر. عفيفة، عجبك. أنا ما كنت بتخيل إنه قلبك قاسي لهالدرجة هي. هذا الولد الله بعته يمكن لحتى نصلح اللي صار بيناتنا وناخد فرصة تانية. كل الناس بتزعل، كل الناس بتتخانق. خلينا نجرب. إذا شايفة إنه حكي غلط بوعدك امشي وما عاد أرجيكي خلقتي منه. سكو، عفوا انتوا اكيد غلطانين. بلا كتر حكي. زين شوي شوي نزلها. زين